Hello my friends and welcome to my modest channel عبد الحق English Farm. كيف ما كتشوفوا اصدقائي حصة اليوم ان شاء الله غنشوفوا الباست بيرفكت. هاد الحصة درتها نزولا عند رغبة مجموعة من الاصدقاء اللي طلبوها مني شحال هادي وكنقول لهم كنعتذر يلا جات الفرصة انني ندير هاد الحصة هادي. صراحة هاد الدرس مهم بزاف، بزاف الاصدقاء كيلقاو فيه مشاكل ولو انه سهل. المشكل اللي كيلقاو فيه هو مشكل الاستخدام، ماشي مشكل يعني ديال ستراكشر ولا الفورم ديالو. لهذا نصيحة، الا بغيت تفهم هاد الزمن هذا ضروري خصك دير الاتي او لا تكون عندك هاد الامور. تكون ديجا شفتي الدرس ديال الباست سيمبل or the simple past، لأن من خلال ذاك الدرس كنتعرفوا على الأفعال اللي هي regular verbs وال irregular verbs، لأن تابعنا بطبيعة الحال في هذا الدرس خاصة اللي كندوي على الباست participle. وتكون شفتي ديجا البيرفكت اللي هو البريزنس بيرفكت، لأن ذاك الزمن كيساعدني نفهم هذا الزمن عن طريق كنشوفوا الأوكزلري الفعل المساعد اللي هو to have، هنا كيرجع هاد. وبطبيعة الحال الباست participle ضروري كنستخدمه في هذا الزمن. اذا كنظن الفكره واضحه. اولا اصدقائي باش ما نطولش عليكم الاستخدام ديال هذا الزمن، اليوز سيمبلي completed action before something in the past. اذا انت او انت دير في الدماغ ديالك انك ملي تدوي على الباست بيرفكت كتهضر على واحد لاكسيون اللي كتوقع قبل من واحد لاكسيون، لهذا كنقدروا نسميوه the past of the past يعني ماضي الماضي، وكاين اللي تسميه the old past يعني الماضي القديم لان كتكون واحد لاكسيون بعيده. اذا دائما انا ملي كنتكلم على الباست بيرفكت ضروري ما تنهضر على واحد الاكشن اوكي اللي كتكون happened before another one in the past، يعني كيكونوا جوج ديال لي زاكسيون وهذا الشيء غادي نشوفوه. إذن كنظن هذه الفكرة واضحة، وحدة كتكون وقعت هي الأولى عاد كتجي وحدة من بعد منها. اللي كيدرونجي الأصدقاء هو ذاك التسلسل الزمني في الأحداث ما كيفهمش فين. أنا مني كنقول لك مثلا فقت مثلا من النعاس أوكي، يعني فقت هي الأكسيون الأولى وفطرت هي الأكسيون الثانية. إذا فقت من النعاس بطبيعة الحال هذاك هو الباست بيرفكت أوكي، هذاك هو الباست بيرفكت باش تفهمهم بالعربية. وفطرت يعني الأكسيون الثانية هذاك هو السيمبل باست. إذا الأولد أكشن ولا الأكسيون اللي كتكون بعيدة يعني قبل كتكون دائما في الباست بيرفكت بواحد الطريقه بسيطه كيف ما كتشوف معايا اوكي في هذا الخط الزمني. اذا عندنا واحد الاكشن هادي اوكي، هاد الكروه اللي كتشوفوا ديالاش هادي ديال سيمبل باست، يعني واحد الاكشن اللي كتكون هابند اور دان اور فينيشد يعني سالات في الماضي. اذا احنا قلنا كومبليت ذا اكشن بيفور سامثين ان ذا باست. اذا الاكشن اللي كتكون قديمه هي اللي داير لكم عليها السيركل هادي، هادي هي الاكشن ديالاش اكسلنت ديال الباست بيرفكت، وانا كنتكلم بطبيعه الحال ناو. اذا انا كندوي معك دابا بحال حنا كنقولوا مثلا البارح الاول البارح، اولا درت واحد الاكشن يعني مثلا قبيله درت وحده قبل منها. اذا عقل انت معايا فقط الاستخدام باش ما نطولش عليك، واحد لاكسيون اللي كتوقع قبل من واحد لاكسيون اكسلنت في الماضي راه بجوج بهم باس، غير وحده كتسمى بيرفكت ما عندك علاقه انت بديك الماضي التام ولا الترجمه العربيه، المهم وحده كتكون هي الاولد دائما كتكون في الباست بيرفكت، والاولى اللي كتكون وقعت في الباست هذه كتكون سيمبل باست. اذا هذيك الكروه راه سيمبل باست واللي قبل منها اكسلنت الباست بيرفكت. ومنين تولي عندك الماستري اوكي التمكن من الازمنه غتولي تفهمهم بطريقه بسيطه جدا. هذيك الساعه تعرف على يكون عندك البيرفكت اللي هو البريزنت بيرفكت والبريزنت بيرفكت كونتينيوس والباست بيرفكت باست بيرفكت كونتينيوس اتسيترا. اذا كنظن هذه الفكره واضحه اصدقائي. اوكي شوفوا معايا هاد الاكزامبل باش نفهمو مزيان. علي had written a letter when his mother arrived. دابا انت اخويا اختي ضروري خصك تكون فاهم الارجولار فيربس، ما تقولش لي يا اخويا علاش درتي ريتن شنو هي ريتن اوكي. لا علاش، لان انا باش نقرا هاد الزمن اللي هو الباست بيرفكت خصني نكون فاهم الارجولار فيربس. اذا هنا عندنا جوج ديال الافعال اوكي، جوج ديال لي زاكسيون. اول اكسيون هي علي had written a letter، يعني علي كتب رساله، راه كتب الرساله ملي جات الام ديالو. اذا اول اكسيون دارت ان علي كتب الرساله عاد الام ديالو جات. وملاحظه اخرى اصدقائي، دائما مور وين، وهادشي غنكونوا ديجا شفناه ملي كنا قرينا الباست كونتينيوس في العلاقه ديالها مع السيمبل باست ملي كنديروا الانتربشن فور اكزامبل، دائما مور وين اكسلنت كيجي عندك سيمبل باست. إذن علي had written a letter هي الأكسيون الأولى، علي كتب رسالة. When his mother arrived ملي جات الأم ديالو، إذن ملي جات الأم لقات علي كتب الرسالة. اوكي كنظن هاد الفكره اصدقائي واضحه ما فيها حتى شي مشكل. The past perfect expresses the idea that something occurred before another action in the past. كيف ما قلنا في السلايد الاول، اذا the past perfect كيعبر على واحد الفكره او لواحد الحدث event اللي وقع قبل من واحد الاكسيون في الماضي. هنا how many actions do we have، شحال من اكسيون عندنا؟ عندنا two actions، جوج ديال لي زاكسيون يعني جوج ديال الافعال. اولا عندنا علي had written a letter when his mother arrived، اذا عندنا
excellent. The verb to arrive or the verb to write. بالنسبة للwritten درناه في past participle. Okay, past participle. You can go to write, wrote, written. So when عندك mastery ديال excellent irregular verbs. Now let's see examples. ركزوا معي في هاد examples هتفهموا مزيان. Okay, نشوفوا الجملة الأولى. She only understood the movie because she had read the book. مزيان. هنا عندنا جوج ديال لي زاكسيون. عندنا جوج ديال الافعال. عندنا the verb to understand. هنا understood في الباست. وعندنا the verb to read. طبعا هنا في الباست participle. Read. Excellent. إذن قلنا she only understood the movie because she had read the book. إذن هي فهمت الفيلم حيتاش قرأت الكتاب. إذن أول أكسيون قرأت الكتاب عاد فهمت الفيلم. مثلا باش نفهمو بطريقه بسيطه نديروها بواحد الشكل اخر. مثلا قرات هي واحد ستوري او واحد البوك ديال سبايدرمان، ومن بعد ما قرات هذاك البوك ولا فور اكزامبل ديك ستوري شفتها على شكل فيلم. اذا اول اكسيون دارت هي شي هاد ريد ذا بوك، عاد من بعد شي اندرستود ذا موفي. غير هنا عندنا اونلي وعندنا بيكاز، ممكن نقلبوا الجمله وقلنا شي اونلي اندرستود ذا موفي بيكاز شي هاد ريد ذا بوك. اذا عندنا تو اكشنز، وان كتكون هي الاولى دائما في الباست بيرفكت، والاول والثاني اللي كتجي يعني من بعد منها كتكون في سيمبل باس. ناخذ مثال اخر. I had never seen such beautiful or beautiful sunset. ما عمري شفت. I had never. Had never كتكون مع البيرفكت اللي هو البريزنت بيرفكت وحتى الباست بيرفكت. ما عمري شفت بحال هاد الغروب الجميل. Before I went to Hawaii. Okay, before I went to Hawaii. اذا هنا عندنا الفيرب تو جو في الباست رجع. Excellent. Went لأن هذا irregular verb. وواحد المعلومة دائما more before كيجي simple past و more after okay كيجي past perfect. أقل لهذه المعلومة هذه. After before كيجي simple past و after after كيجي excellent past perfect. إذا قلنا I had never seen such beautiful sunset هذه first action. I went to Hawaii هي second action. كان ذن هذا point واضحة. Okay. دابا غنشوفو some adverbs اللي كيمشيو مع the past perfect. The past perfect simple is often or often used with. كاينين اخرين ولكن هادو اللي كنخدمو عليهم. Before, after, for, since, when, just, already. إذن before قلنا قاعدة عقل عليها دائما followed by كيجي مور منها simple past. After هادي تاهي ما تنساهاش كيجي مور منها the past perfect. دائما كنلعبو بهاد الجوج هادو. دائما after after يعني من بعد after كدير past perfect. الجملة كتكون لذاك التصريف الفعل اللي غيجي في past perfect. ومن بعد before كيجي simple past. بالنسبة for since شفناهم مع present perfect وممكن يكونوا مع continuous وكاينين حتى مع past perfect يعني أي perfect يكونوا معه. when تاهي كيجي مر منها simple past. just طبعا الحالة هذه adverb شفناها مع present perfect just yet etc. وعندنا already okay يعني ديجا هذه ممكن تكون as an adverb مع the past perfect simple. Okay. دابا نشوفو structure اللي بزاف الأصدقاء يعني ما كيفهموش الاستخدام ديال affirmative ولا في affirmative sentences. بطريقة بسيطة جدا كنديرو subject plus had plus past participle plus rest. يعني rest هو بقية الجملة. Subject جميع الضمائر زائد had. إذا انت خصك تكون ذكي. ملي كتقول past perfect قسمها على جوج هكا كندير. إذا ديك past يعني هو الباست ديال الفعل المساعد have كيرجع had. وهذيك perfect هو الباست participle ديال الفعل اللي خصني نكونجيكي. نتمنى تكونوا فهمتوني مزيان. هذيك past يعني هو الباست اوكي ديال الاوكزيلري اللي هو الاوكزيلري اللي هو هاف كيرجع هاد، والبيرفكت هو الباست بارتيسيبل. انا هادشي كنديرو في الاول ملي كنتعلم وضبطتو بهذه الطريقه. اذا نتوما عقلوا على هاد ستراكشر بهذه الطريقه في الافيرماتيف. اكزامبل شيد بمعنى شي هاد، هذه شورت فورم. شي توكت ا لوت ان ذا كلاس روم. اوكي اللي كيهمنا هي ستراكشر. اذا عندنا السبجكت شي وعندنا هاد ذا فيرب تو توك. طبعا حنا كنقولوا توكت لان البرونسيشن ديال الاي دي معروفه. هذا الفعل ريجولر كياخذ الاي دي توك talked talked in a lot in the classroom. إلا خدينا negative for example sentences or sentence فقط كنزيدو not subject plus had plus not plus past participle plus rest. نفس الجملة أصدقائي. She hadn't talked a lot in the classroom. إذن هنا عندنا subject she had not. اللي ما كيعرفش يكتب أصدقائي not يعني بشورت فورم contraction ديالها كدير غير ديك الأو كترجع apostrophe باش ديك سهله. حيت بزاف الاصدقاء كيغلطوا اوكي كيدير يعني ديك هاد كيدير ابوستروفي وكيدير الان ملاقيه مع التي. لا بحال هكا كتكتب
She hadn't talked a lot in the classroom. بالنسبة للquestion or interrogative sentences, إذن كنديرو switch off ولا كنديرو inversion, l'inversion. Had plus subject plus past participle plus rest plus question mark. نفس الجملة أصدقائي ونقولو had she talked a lot in the classroom? Had she talked a lot in the classroom? Question. إذن فقدرنا had auxiliary ديالنا زائد subject زائد past participle اللي هو يعني verb والrest ديال sentence وما نساوش الكويشن مارك. اوكي اذا هنا في الاجوبه كيكون عندنا جوج اللي هما شورت انسرز فور اكزامبل نقدروا نقولوا يس شي هاد نو شي هادنت هادو شورت انسرز. معلومه اصدقائي في اللغه الانجليزيه الا سولتي بكان ودرتي الشورت فورم كتجاوب كان سولتي بدو كتجاوب دو سولتي بديد كتجاوب بديد هذه فقط معلومه. مثلا نقول كان يو سبيك انجلش يس اي كان نو اي كانت دو يو سبيك انجلش يس اي دو نو اي دونت ديد يو فيزيت مراكش اوكي يس اي ديد نو اي didn't. يعني بأي okay, auxiliary ولا model verb for example سولتي به كتجاوب به في short form. كنظن هاد البوينت واضحة أصدقائي. cool دابا غنشوف واحد البراكتيس اوكي باش نشوفوا روسنا واش فهمنا ولو أنني مأكد أنكم فهمتوا. عندنا أمل اوكي وعندنا بطبيعة الحال blank empty finish غنكونجيو هاد الفيرب هذا making dinner by the time her husband came home. إذن أنا ديجا عطيني هنايا came إذن هل came هو ال past simple okay ديال verb to come نقوله come came come إذن هذا past. إذن بطبيعة الحال غنكونجيو الverb to finish فاش برافو عليك في ال past perfect. إذن هذه affirmative أولا كنشوف الجملة ديال affirmative كنقلب على ال auxiliary اللي هو had وكنقلب على ال past participle ديال verb to finish ونقول Amal had finished okay Amal had finished. حنا غنديرو ال correction دابا. ثانية when I arrived إذن احنا قلنا دائما more when كيجي simple past. when I arrived at the store ملي وصلت للستور it وعندنا verb to close هذا regular verb يعني غيكون close closed closed وعندنا already ديجا احنا قلنا كتمشي مع ال perfect إذا نقولو had okay closed. the answers my friends had finished هنا عندنا had closed. Thanks my friends for watching. نتمنى لكم تبارطاجيو هادشي مع الأصدقاء ديالكم. نشوفكم إن شاء الله في الحصة المقبلة. Goodbye.